السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا ونكسن ذي هنتين بقى ملو البعض إن قدا ونسان كسر دوادا برنامج قعد كشعب كتضوات كي بهضان وكلات قدا وتانا تي في كل سنة استودي سما قال ذا نيروبي برنامج كحاني نسعد سين إنسان وعيان محمد عدا تضوات كان برنامج كحان كسر قاعد دونا قرن جانا إنه كجرنا واحد دون ذو كسر بتا استعمال كبرها بلشدة سدا فيسبوك تويتر كا يوتيوب كا يوحي كل ولا مدا هدف بلشده الصوماليات قاب عن كأه أي كجفا إذا استن برها بلشده وسؤال التضوات كان البرنامج كا ينهر لجنية دوينها الصوماليات كده قن حافظ دسليه أيه وآلا بنا جنا قيب قاتب برنامج كحد كشعب كا وكو أنا فكر كتدوينها وكل دوين داوش ونكسن عليكم ما جاي جوا محمد أحمد بورة هذا عن كه الله سوشيال ميديا دبعته دوله هي فائدة دوله هرتا فائدة دوله هي أيه في أبدًا لكن طبعاً سيد بلا أدنى كوز استعمالها 100% أي وحاء إن لنا فائدة لوجه لين وعارك يساقف بلا أدنى وقف بلا أدنى ولا الكيس صادق أي وقف كاسو عليك هين وحياة الله بهنا صادق أي لكن هذه معناها ما أنتي أي وح أمر جمسي أي كوقف صدان أو أجو أنستي decided إنها معناها بالشدة أن بسوسات تجلا وذاك تسعة جديدة لو ذاك كرتا فائدة أسول له هرتا وحوه يا خسارة ما دبعا خسارة ولهي لكن وحن آمي سنة هاي أنت أغلق على خساره سوي كفو كاكرتا وايو خسارة ولهي وحكمي ده إن وقت كده مسيد أو أسيج بس وقت سيسيد لكن هدي أسيج أنا وقت سين أو سمتايم وقت كا أوبا هانتا إن وحكود بسيد وحاسنا أي مهمين هادك ستيد وح خسارة مكينا أيو لكن هدا وقت كاكي ود سيسيد يا وحال ده ما هو حاجر تلي علي بعد كانوا جنج إسبيا راليني إياه هذا شبابك اسمه بدله هدوسيك استوسا ما بري اسمه بدله ده من قف كسو مالجا هدي معناه وقت جيد السيسو سوشيال ميديا قصار ولا هي ويا وقت كاتري مرة بكون سول لا بنايو فإذا دولا هي أيا بدن مركا فإذا دولا هي هدا أقولنا فإذا دولا هي وحكم مده إن بلشدور دن معناه أوجيسي كرتيد قصة ساعات كلسو كلنتي أم بقى معناها بلشدو إني كدك تونادات أو باهنتاي ساعات كودهد أيا فهم سيكرتا ساعات كودهد أمريكا نينك جوغا يا أفريكا نينك جوغا وغاك كريا معناها قصة سوق لسيت شوشال ميديا ها فائدة دا سوق ليه هاي لكن واحد إذا ديه لاي دالي يرتو صومالي دا أني كمي دا هاي يا الله استحمال يدين عحن يا قبدها صوماليا لسوق لين شوشال ميديا ها يا فيسبوك الله أذيكسن دين عفي عن أدوكو أركايا دين عحن يا الله أذيكسن رالين إيقا هذا وسلامتين ما يعيقوا عبد الحكيم أمن العلمي برا بلشيطة دان يرادة من فائدة ويا مسا دادا وحي استعمالان فائدو دادنا خسارة استعمالان علشان دباتوين لي مادان دادنا فائدة استعمالان سو مركا ويكال الدوين براها بلشادة حياو بادنا جيرو براها بلشادة فائدة وليو حاكمي ده لابقفا اسكبرتو ويزجور سدان قوسي نقضان دادا محلا ايش اسكبرتان قناع سيد احمرو دادا محلا ايش احمد قف بسيدة استعمالوه براها بلشادة سو مركا لنكا فيسبوك مركا لفيرشو وحاجر دد بدن او دباتوين دد قوس سعمالو حاكمي ده قفا وحو سمينا حيوان انت سميستو او سوريد قبلها سومالي دو سوريقا او عمبارينا او اسوا عينا او محماتو او قسمينا او قفا فيديو انت ديقو محلا يشيك فيديو جي لغا حدا بيتك الحقوق لما سينا يسو مالي حقوق مالهان مركا لفيرش عدان كوك الفيديو اشو ده 1 مليون 2 مليون في سنة فيو سهلا يعني سو مالي دو حفيو سهلا يهين فيديو مركا عني سوق قليو قف كلا حدا يو سوق قلنا هدانه سو مركا أني مركا بقولكم فيرستو قف كان الله بقولك فيرستو عادي يدور تي في أحد أيوة بيجيك واسك بدين سو مركا خسارة هسنا وليها فإذا وليها أنا حاكم إذا قف تبع ليسن أو مال دور جوج أو موبايل ليسن أو حبي ليسن أو خفنا أخونين محل ده إيش أجن وح كاميرا لو تجا والله صاع ونسيد عادي وكل أو عاون له كاميرا تخاتي أو ريسن إسا لمر كذا مش بخوري ولا جلس حرير لهاي عالم كلا جارك قف كسيدي وعاونات كلها سوشيال ميديا مركا وكل الدنيا هاي ان لنا على يوتيوب ايضا وحواي دت سو وناغ استعمال وي جيران او يوتيوب او وين سومااليدو كو خيرينا جيرو او سو وناغ لو استعمال سو خماتان او لو استعمال ان اهان ان وحا جير روايد بدن اسميا فيسبوك دغي دد بدن انت حدان يوتيوب كا جينايان سو ماركا وحواي ان حقوق ملا انت سومااليد بس حان ديلا كليب كي كا حدايا مسمع على مغعاغي واي كليب كان سو دغا مغعان كو دخ قرا
ما كجرايان ويخاضايان سمتين مسح سمينايان مقعيه كجرايان حتى حيسين تد ايدين لا وحاله لكن مقعيه كجرايان سو مرك يوتيوب كدح دغايان مرك حقوق ما لهن تاس ما حاله هي اس كدا فان دليين سوماليت هذا ما سنت هي برامج كلسن ددوينها سو دوين هذا ما سنت اي مقعده اولا المقعيه وحا ليرادا سيد علي ابو كر حسن او كو مقعدر بابا او جوغا مغالده نيروبي اسلي غالتن waxaan ku wadiinayaa baraha bulshada isticmaasho faa'iido ma u leeyahay mise qasab baraha bulshada isticmaasho faa'iido weyn uu leeyahay marka ugu horeysa marka aan ka loo idaacada media waxa uu faa'iido u leeyahay xayeesinta iyo waxyaabaha oo wararka iyo idaacadaha wixii oo dhaco oo mucjisoon ahayn way arkayaan taasi aan leeyahay hay marka dhinaca qasaarada hadaa fiirno qasaar ma iman karto waxay ku iman kartaa hadii gabar Soomaaliyeed lagu xumeeyo oo qaadadi hadii qasaar way iman kartaa waxay ku imaanaysaa hadii gabar Soomaaliyeed sabirkeeda Facebook la dhigo oo ayadoon wax aan lagu tilmaamo taasi qasaar way ku imaanaysaa qasaarada ugu horeysa waa taasi way badanaa waxaa badanaaba qasaarooyinka imaada badan sababtoo gabdho Soomaaliyeed ayaa lagu ajaayfaysaa gabar Itoobiyaan ayaa waxaa leeyahay gabadhan waa Soomaali baa leeyahay ajaayif baa loo geysanaa taasi waa dhibaato dadkan waxaan ugu digayaa inay waxaas ka digtoonaadaan Facebook hadday dhigaan waxyaabo mucjiso ah soo dhigaano taas ayaan leeyahay aniga labada waa isku mid way haa faa'iido qasaar waa isku mid way haa adiga badan magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Mursal runtii aniga ahaan shakhsiyan markaas qiimeeyo faa'iido ayuu ii leeyahay baraha bulshada aad iyo aad waxa weeye wax badan oo faa'iidooyin ah ku qabaa for example communication-ka la xiriiray xaafadeena ama dadkeena asxaabteeda sidoo kale marka rabo in la xiriiro ama aan ogaado akhbaarta ugu dambeysa for example anigu waxa aad ugu taxanahay ama aan aad u qiimeeyaa ambaan aad uga faa'iideysaa Twitter-ka kale iyo Facebook-ka iyo sidoo kale WhatsApp-ka marka faa'iidooyin badan buu runtii leeyihiin khasaarana way yeelan karaan qofku halba sidii ugu faa'iideysto ayay ku xiran tahay waa seef laba af leh qofba waxa laga yaabaa inuu si xun iyo inuu dadku caayo ama waxyaabo qaqaawan xun ama pornography waxaas uu ku shaqeysto ku soo geliyo qofna waxa laga yaabaa inuu uga faa'iideysto dhanka wanaagsan iyo inuu dadka asxaabtiisa kula xiriiro iyo inuu wixii marka caalamka ka cusub uu ka ogaado marka aniga waxa weeye waxa oran lahaa waa laba seef laba af loo halba qof si uu uga faa'iideysto weeyaan ma dhihi karaa marka dadka caanka magacyadooda ayagana isticmaalaya maxaa dhihi karaa dadka qaar waxaa jira dadka magacyadooda ay ku qaraabtaa ama sawiradooda soo gashada marka ayagoo iska dhigay in qofkaas yahay magaciisa kala qaadanaya sida qof madaxweynaha ama qof xil haya oo siyaasad xilka haya marka waa laga yaabaa dad noocaas oo kale inay jiraan laakiin ma badna magacaygu waxa waa Fuad Maxamed Nuur waxaan ku noolahay Kenya gaar ahaan xaafadda Sidee Soomaalidu badan tahay hay waxaan ku diinayaa su'aasha baraha bulshada bulshada Soomaaliyeed aan ku yiraahdo faa'iido ama khasaaro ku leeyahay yaani hotor wax walba khasaari iyo hotor iyo faa'iido waa leeyihiin maanta shay hadaa sameysid khasaari iyo faa'iido kala kulmay yaani social media markaan ku dhaho ilaa kuma darnaado gaar ahaan Facebook-ga ya khasaarana waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay haa yani faa'iido wuxuu leeyahay ma taqaana adoo social media ku jirta Facebook maanta ku jirta ma taqaana waxaa dhici karta muxaadaro inay masaajid ka dhacdo oo live ku aragtid qof muxaadare waxa ku saabsan tahay iyo waxyaalo kale marka faa'iidada labaadna waxa weeye ilaa kuma darna hotel waxa maanta sameys wanaagga sameysid qaaradna waa laga arkaa ilaa kuma darna qofkii oo ilaa kuma darna oo qaarad laga arko wixii wanaag laga arko waa laga arkaa marka waxyaalo badanna waa leeyahay faa'iido dhanka qasaaraha yacni khasaare weyn walaa ilaan adoo maanta Facebook ku jirtid waxa arkay masaajid xayya cala salaad xayya cala falaah warkaale liibantu kaale warkaale liibantu kaale marka wixii